أشاهد في الحرم فئة من الناس عندما ينتهون من الصلاة يمسحون وجوههم بأيديهم، فما حكم ذلك؟ لا بأس، مسح الوجه بعد الصلاة لا بأس، مباح، يعني مباح، ما هو مشروع لكنه مباح. الممنوع مسح الوجه في أثناء الصلاة، هذا هو المنهي عنه، أن يمسح وجهه في أثناء الصلاة، أما بعد الصلاة فلا بأس بذلك. نعم.